بناء ميناء أسف الجديد للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعاونية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورا. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين. ميناء أسف كيعرف تأخر في الأشغال، كنسولكم سيد الوزير عن أسباب هذا التأخر وشكرا. جواب السيد الوزير. السيد النائب المحترم، على حال هذا تقديركم، لكن احنا التزمنا باش نهاية 2017 يكون الميناء جاهز. تعلمون أن السياسة المينائية التي قدمتها الحكومة أمام صاحب الجلالة فيها 5 موانئ جديدة، وحرصنا نبداو بالميناء ديال أسفي لسبب تعرفونه كبير واستراتيجي مرتبط بالطاقة، بإنتاج 25% من حاجيتنا الطاقية، استثمار ديال 23 مليار ديال الدرهم. حنا غنكونوا ان شاء الله في نهايه 2017 جاهزين باش يكون مناسب لانجاز المحطه الكهربائيه ان شاء الله، اللي غتكون يعني اللي غتستجيب للحاجيات ديال البلاد ديالنا. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير. كنظن هذا الالتزام توا كان في طريق السيار، طريق السيار كان من المفروض انه اليوم يكون شغال. لحد الساعة الإحصائيات اللي كنت وصلوا بها أن يلا وصلنا 40%، وتخوفنا من جديد على الميناء، لأن الميناء غادي يشغل المحطة الحرارية. سكان تاع مدينة أسفي رافضين رفضا تاما إشغال المحطة الحرارية، ونستعملوا الميناء القديم ونحولوا الفحم من الميناء القديم للمحطة الحرارية. لهذا احنا كنسألكم في هذا الظرف بالذات، لأن احنا كنعيشوا في المنطقة وكنعرفوا أنه راه كاين تأخر بالفعل، وكنظن أنه من المفروض أن تعطينا نسبة تقدم الأشغال. هذا من جهة. من جهة مدينة أسفي تعاني من عدد كبير تاع المشاكل، خصوصا اللي متعلقة بالميناء. كنظن أن مقاليع ديال الأحجار اللي كنجيبوها من ثلاثة غود مرورا من خميس نكا، سبت كزولة، أسفي واثنين الغيات، يعني الشبكة الطرقية تآكلت بشكل كبير. وكنظن انه تقريبا المجهود اللي دار في السنوات الفارطه، كنظن انه اليوم في مدينه اسفي حصلنا واحد النسبه ديال الصفر، النسبه ديال الصيانه صفر. لهذا كنظن انه كان من المفروض انه احنا كنقوموا ببناء، كاين شبكه طرقيه انهارت، خاصنا نقوموا بواحد الواجب ديال ناكا وزاره. وشكرا. شكرا. هل هناك تعقيبات اضافيه في هذا السؤال؟ اذا رد السيد الوزير. لا، على حال حسب المعطيات اللي عندنا ان الميناء غادي يكون فوقته ان شاء الله، وحارسين كل الحرص لانه مرتبط بقطاع استراتيجي اللي هو الطاقه. طريق السيار جي المجال نتحدثوا عليها، شنو هي الاسباب ديال التاخر، التزمنا بنهايه السنه، شنو هي الاسباب ديال التاخر، شنو اللي حصل مع المقاليع، شكون اللي مشى حصل على الرخص ديال المقاليع من اللي تعلن قبل ما يتعلن على الصفقه، وبعد ذلك فرضوا على الشركات نوع من الترتيبات، مشاو كيبحثوا على المقاليع 150 كيلومتر يعني باش يجيبوها. قضيه ديال نزع الملكيه، متفق معك، الشبكه الطرقيه اللي كتضرر مع الشركات ديال المقاليع كلها، خدينا قرار نلزم الشركات سواء كانت مصانع او مقاليع انهم يساهموا في الصيانه ديال الطرق التي تتلف من طرف الشاحنات. شكرا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير.